ليلى القلب عامر. بزاف بزاف محتاجة تهضر على ليلى بالعيا. المشكلة ما عنديش فيلم نسمع. شنو قلتي يا ليلى؟ ما عنديش يعني شكون يسمعني. الله اليوم اليوم احنا كاملين غنبقوا معك، ولو تبقيت الست صباح احنا غنسمعوا. انا ما عرفتش واش نعاود حياتي من الاول ولا نعاود على الاسى اللي جعلتني انا نتواصل معك. عاودي كاع داكشي اللي محتاجه تعاوديه، سواء من الاول كاع اللي ضرك. انا نعاود لك لا ليلى، المشكلة أنا حياتي كاملة وهي ضراني، يعني أنا عمري في حياتي ما عشت شي لحظة زوينة. المهم أنا من صغري يعني كان كاين مشاكل ما بين بابا وماما، دايما مشاكل دايما. المهم حنايا كنا يعني عايشين عيشة زوينة، يعني ما بابا مقتدر، يعني ما كانش يعني شي حاجة ناقصانا، ولكن بابا كان كيخليها ناقصانا، فهمتي؟ يعني بابا كان كيخلينا بالجوع، يخلينا بهادي، ولكن هما الفلوس كاين وكلشي كاين، ولكن حنا عايشين بتعاسة. المهم كبرت هكاك، مرة يعيشنا مزيان ومن طلع له من جي على خاطره عاود يقلبها علينا، عاود يطلع لفوق يخلينا حنا تحت. المهم الجوع كثر من الجوع، بصح الجوع لدرجة الخبز يابسة ماما كتكتفز كنا في النوطة يعني ناكلوها. وبابا عايش مزيان. المهم كبرت هكاك، المدرسة ما كانش كيهتم يشري لنا الادوات، يشري كلش، ما يهتمناش باللباس ديالنا وديك الشيء. يعني انا كنت كنمشي للمدرسه ونمشي للليسي ونمشي الاعداديه، وكنت كنمشي بصندله الميكا، كتعرف صندله الميكا، وكنت ما كنجبرش نلبس في رجلي والبرد، كنت كنمشي بصندله الميكا وما كانش كيهتم بهذا الامر. ها كنت يعني كنت كنتخيل كنجبرت تنمر، كيتنمروا عليا، ولكن انا ما كنتش كنديها فيهم صراحه، ماشي ما كنديهاش فيهم بصح، ولكن الا شفتيني يبان لك انا ما كنديهاش فيهم، ولكن انا الداخل ديالي مدمره مره، ما كنتش كنبين. المهم صافي دازت هكاك خرجت، يعني توصلت وصلت للباك هكاك، يعني صافي خرجت بحالي، مخرج من القرايه، بقيت عاد نكمل وديك الشيء. خرجت باش خرجت شي شويه هكاك، كانوا كيجوني الخطاب، كيجوني الخطاب، ما كنتش كنبغي نتزوج. المهم جا واحد وما يبزو عليا نتزوج به، قالوا لي تزوجي به. المهم انا تزوجت به، المهم تزوج بالسيد، قالوا لي راه هو مزيان، وهادو كيهضروا عليه بانه انسان مزيان، انسان هذا انا مش مرتحت له شي. المهم تزوجت به، من تزوجت به مشيت للدار. المهم مشيت للدار، انا مشكله تخيل الناس اللي كيعيشوا كتزوج بشي واحد ما مع كيكون عندهم مشاكل، ولكن على الاقل من كتزوج في الايامات الاولى كتجبر كدوز واحد الوقت زوين. انا عمري ما توز وقت زوين نهائيا لحد الساعه. واش حكيت في عمرك؟ كنت في عمري ديك الساعه بالزوج بالضبط كانت عندي شي 20 سنه. ودابا شحال في عمرك يا ليلى؟ انا في عمري دابا عمري دابا بالضبط 43 سنة. ما شاء الله. يعني عندي وليداتي وكل شيء. المهم يا ربكم جبتهم انا عدفهم معي. المهم تزوج بسيط، اخر كنكتشف بانه كيشرب كيكني كيدير جميع انواع المخدرات اللي طاح لك على بالك. شتي ديك المخدرات اللي طاح لك على بالك كامله 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 كامله، شي حاجه انا اللي عمري ما شفتهم في حياتي شفتهم معاه. والطامه الكبرى باني كنكتشف هذاك السيد انا اللي مزوجه به، اش نقول لك؟ هذيك اللي هضرت قالت لك راجل راه كان اللي هضرت نسيت اسمها شيماء، وعائلة شيماء شيماء راجل قالت لك هكاك. انا تهو كان هكاك. تهو كان هزيل الرجال. هو بحال البنت، يعني هو بنت. ولا شفتيها تقول هنا البنت، تقول رجل اي هادي.
واقع عاودي من الاول كيفاش حصلتي كيفاش عرفتي كيفاش ما حس انا اقول لك شوف انا من زوج بي واحد سيد كان ساكن حدانا هو يهضر معايا قال لي قسم على الاسم هو كيهضر معايا قال لي ليلى قال لي هذاك اللي تزوجتي به وسولتو عليه قلت له انا ما عارفاش يوم جا خطبوني كيفاش بيقول لي هذاك راه شنو وراه كيمشي عند فلان ويمشي عند فلان ويمشي عند فلان شكون هذا قال لي راه كامل راه ساكنين حدا انا راه كيمشي عندهم في الدار هو شنو قلت له واش بصح كتهضر قال لي ايه صافي دازت الايام بقيت نسوق الخبار هكا المهم باش بقيت باش نقول لك بلاتي واحد المرة باش زيت تأكد كاين واحد صاحبو أنا فيما نخرجو أنا ويا ديك صاحبو ضروري يكون معانا ديك صاحبو شي لكنا خرجنا ديك صاحبو لاتصل بيه عارفو معايا كتجي بحال غيره وما خصوش يخليني أنا وياه سافرنا تخيل سافرنا كيسافر كي ديك الساعات كيركب وكيجي يمشي لنا شي بلاصة مثلا الصيف كيجي لعبنا واحد النهار حنا في البحر تجي لعبنا شنو عيط له السيد جالس مكالمي أنا والولد ديالي وجالسين مكالمين جالسين كنا في البحر تنجبرو حدا نجا وجاب معاه الشراب وداه ليه وعطاه الشراب وايلا وهادشي اللي قال لي هو قال لي دار لي الشراب ودار له بسطيات معاهم وسيت قلب عليا ديك الساعات شي اقفز ايام حياتي توزت ديك العطله تخيل صافي كحل عليا من ديك السيد انا في المنظر في الاخر عاد عرفت بان راه ديك السيد من سوء الخبر عرفتو بان ديك السيد اصلا كيدعي عيال صغار كيتعدى عليهم فهمتي يعني كيعطيهم الفلوس شكون هذا اللي صاحب كيتعدى عليهم هذاك كيدير فلوس ويتعدى عليهم وكيبلي العيال الصغار باش العيال كيجيو لعندو باش هو يعطيهم البليه وهو مقابل كي المهم ما فهمتيني وقصص فات المرة هذا المهم صافي بقاو هكاك صافي المهم بقيت هكاك المهم هو عنده ليل ونهار ونهار وليل فهمتيني النهار كيعيل ناعس والليل عنده في هو في ديك شنو سميتو فين كيشطحو ما نعرف راه في بلايص ديك ديال ملاهي الليليه ملاهي الليليه تجبرو تما في ملاهي الليليه يمشي خسر فلوسو تما يدير كلشي تما انا كنت عايشه في الدار مسدود عليا الباب وما نخرجش ما نطلعش تما الشرجم ممنوع اي حاجه ممنوعه يخرج ياكل برا يدير كلشي برا انا شنو يجيب لي انا كيجيب لي داكشي المعدود مثلا عايجيب لي ماشي هو اللي كيجيب لي المهم شي وحده من العائله هي اللي كتجيب لي وما كيكونش اكثر هي ما كيكونش مثلا عايجيب لي مثلا انا لا عندنا كلشي ناكل اما بطاطا وحده ولا مطيشه وحده المهم انا بحالي في الحبس وانا في الحبس كيعطيهم ياكلوا مزيان المهم ما علينا بقينا هكاك مهم لا كبر ولدي شوية ومهم شن أقول لك أنا دابا بخيانة هدار شي هدرة بزاف بغا نقول ممكن خاف شي واحد يكون كيعرفني يسمع هاد القصة يعرفني لأن أنا مشيت عاوزة هادشي كامل صوتك مبدل سميتك مبدلة عطي المدينة مبدلة ما تقولش الأسماء وخوي داكشي اللي عندك اللي ضرك عاودي دابا هو تخيل وصلت للدرجة بأنه العائل باقي صغير باقي مكملش عامين عطاه الشراب يشربو والعائل ما عجبوش الشراب ومن ما عجبوش يشرب له كيشرب وحده صحابو كيضحك يقول لهم شوفوا وانا كنسمع شوفوا كنقول شناتي زيت نطلل وانا نشوف العائل زكيا علاش مالو صافي في الاخر وانا نهبط ما حسيتش براسي بقيت هبط فطرت باش نخرج نشوف هذا هو يجيبو لي عطاه لي انا صافي ما عرفتش العيال مالو كان هذا والعيال مسكين كيقول لي ماما حره مناطا انا عجبتنيش في الاخر شنو دار له العيال ما بغاش يشرب داكشي شد ديك الشراب وكبوا له على عينه لحد الساعه ولدي راه ما كيشوفش بعينه مزيان ولدي ما كيشوفش بعينه مزيان ولدي لحد الساعه عينه ما كيشوفش فيها مزيان جبر مشاكل في المدرسة جبر مشاكل في كل شيء ما كيشوفش السبورة ما كيشوفش خصو يقرب حدا الشيء اللي خصو يقرب عادي يشوف وعنده واحد توتر في عينه المهم صافي بقى هكاك
هكاك شفت العاير صافي الحوايج ديالو ولاو حمر بديك النقاطي ديال الشراب صافي بدل الفلوس صافي ما جبرت ما ندير شنو ندير. نهار اخر مع جوايا ديك 3 ديال الصباح انا جالسه والعائل كان باقي نعس لي وانا كنسمع وجع. انا المشكله كنت كنسمع وجع كنبقى نقفز انا دابا كنهضر معاك وليت كامله برد وعرقانه. المهم كنسمع وجع صافي انا ما كنسمعوش كنموت. طبعا كندير راسي نعسه وكندير حيت هو من كيجي كيكون شارب اما يجي في الربعه ولا هذا اما شنو ما قال له قالو هذا الموت كيقول لك نوضي تسطحي تخيل نوضي تسطحي ولا ترش أكل يشد الموس يقطع لك حوايجك بالموس. المهم هو اللي أكلو عقلو الشي اللي قالو عقلو يديرولك ما نطح لكش ببالكش انه يدير لك. المهم ديك النهار كنسمع شي زيادة معاه كنسمع وحدة كتهضر وحدة سكرانة كتهضر. المهم انا بقيت هابطة بشوية وقتت ليلة اللي عم طلل في الدار تحت اليد الجبر وفواحد المنظر. المهم هو وديك الوحدة المهم صح انا شدي صوت لعب جيب شي وحدة حنك للدار. انا ما عرفت شي لا بالله قاسة. أنا مش كم كالي هو أحد دراسي أنا كم كالي راسي ما عندي صرص ما سهلاش أنا ما يستحقش الواحد يبكي. مش كم كالي عرفت مش كم كالي تجمكي على ديك الظلم وديك الحقرة واحد حقرة مسكينة كشي دايم عافاك اللي تي كشي كتب لاشي دايم عافاك. المهم اخي المهم انا صافي شفت هكاك شوية من سالة معها. المهم ترى فاهم شفت هي خارجة سحب لها يخرج معها ونسد الباب وهي بقات كتغوت ثم كتغوت خلاها ثم كتغوت وطلع. لا انا اللحظه اللي طلعت ديك الساعه جواني جالسه اديرها في بحال هيدا قلت له ما ماشي حشومه. قال لي شنو قلت له شنو هو قبل ما يطلع تدخل الدشدوش ولا جا جلس قلت له ماشي حشومه هو يدير فيا ديك هكا. قال لي ناسي قال لي صف ناسي انا هو عارفني قال لي ناسي على الناس. قال لي موتي على الموت يعني من ديك النوع اللي عارفو وصوتي ما كيعلاش يخليني بالجوع ساكتة يدير اللي يدير ما كنهدرش. المهم صافي المهم انا بقيت كنفكر كيفاش غندير باش نمشي بحالي. كنفكر كيفاش غنجبر الخطة باش انا نهرب حيت انا ضروري خصني اللحظه اللي كيكون هو في الدار الباب كتكون مفتوحه ما كيكونش في الدار كلشي كيكون مسدود. الشرازم كيطرقوا الشرازم كنديه لهم شنقول لك واحد الزكرور ديال الافن كان كيدير لهم هكاك باش انا ما نفتح لا شرازم لا حتى حاجه من ما يكونش. انا مشيت اخرج مع الزنقه ومشى شي واحد دار فيا هكا عيد دابس ما تشوفش فيها ما خصوش حتى واحد يشوف فيا الزن هاي ما تدبز مع عباد الله في الدرجه الصم ماشي نحمل نمشي درنا اللي مشيت ليه ما نجلس الساعه ولا جوج السوايع واللي يجي مرايا يبقى واقف عليا يقول لي زيدي ما كيناش نبات في دارنا ولا نحس هكا براسي بانني انا بحال الناس. المهم صافي بقيت هكا اكتشفت واحد المره هو تما انا صافي هربت صافي هربت خرجت بيجامتي شديت الطاكسي ما عندي لا فلوس لا حتى حاجه ديت ولدي صافي وزيت بحالي وصلت للدار ما عاد خرجت ماما خلصت الطاكسي وصافي دخلت صافي ولا عاود كيرغب وليت رجعت شي ما. المهم نقولك واحد الحاجه راه ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه بزاف في الاخر بغيت نطلق قال لي بابا وماما لا ما كاينش يطلق احنا ندخلوا في الزواج ايه ولكن في عائلتنا ما كاينش يطلق. انا درت صدق الساعه صافي شنو نعمل ما اكلهم حتى حاجه بقيت ساكته شديت العاي شديت ولدي كنخرجوا معايا ولا كنتهرى وكنمشي كنمشي نشوف نطلق صافي مشيت نطلق درت طلاق لشيء قلت له واحد القضيه قلت له شوفي انا مسامحه في كل شيء ما خصني ما خصني نطلق. قال لي ما سامحيش
قالت لي سمحي في حقك انتينا تسمحي حق ولدك. قالت لي ولدك قالت لي كبر يدعيك. قالت لي سمحي في حق ولدك. قالت لي لا ما تسمحيش. خرجت لي دازت 3 شهور اتطلقت. واخا ما كانش كيحضر هو ما كانش كيحضر لانه ما كانش كيحضر علاش وما كملت لك شيء ما كملت لك ما قلت لك انا تلفت جبرتو كيتاجر في المخدرات جبرتو كيدخل للحبس جبرتو دخل الحبس جبرتو جسمه كامل مزوق كتعرف جسمه كامل مزوق ما عنده حتى شي بلاصه في جسمه ما احساسي بالموس كله مضروب شي ضربه فوق ضربه وضربه براسه والاخرى فوق منها المهم شي المهم كلشي كلي تخيل تخيل جسمه ما كاين حتى شي بلاصه ما فيها شي ضربه. المهم انا داكشي اللي شفته الرعب الرعب كتعرف داكشي ملي كتشوفو راه الرعب. انا شنقول لك انا ما مستنساش ديك الجو انا بعيد عليا بزاف. انا ديك الجو وخايش يعني بابا كان يحرمنا بزاف الحاجات ولكن ماشي شي بابا كيشرب ماشي شي بابا كيكني ماشي شي بابا هادشي ما كاينش يعني انا جاني داكشي غريب في حياتي. المهم صافي طلعت خرجوا لي النفا خرجوا لي العدة داكشي انا ما خديت حتى حاجه من هادشي وصراحه ما خديت حتى حاجه من هادشي وما خصنيش بقيت في الدار مده جاوا المهم جاوا بزاف يخطبوا ولكن انا سعدي 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 هكا جاء واحد قال لك لا بابا حنايا ما عندناش المراه اللي عاتبقى في الدار ومطلقه المراه بلاصه في دارها. جاء واحد قال لهم انا مزوج ونتزوج بها زوج الفاتحه زوجني به زوج الفاتحه تخيل انا نتزوج بزوج الفاتحه يعني انا حياتي كامله ما اخترتش شي حاجه شي اختيار راسي ما اخترتوش. المهم نتزوج زوج الفاتحه زوج الفاتحه الناس كاملين عارفيني بانني انا مزوجه زوج عادي كلشي عارف مزوج عادي راه حنا اللي عارفين بانني انا مزوجه زوج الفاتحة حتى واحد نهائيا ما عارفني لحد الساعه حتى واحد ما عارفني بانني انا كنت مزوجه زوج الفاتحة لان داكشي داز طبيعي فهمتي طبيعي تزوج بيا وهادي في الاخر قالك لا انا من عاد تولد ديك الساعات انا ندير بها العقد ديك الساعات المهم المراه مرتو ما عندهاش مشكل. انا عندي ضد بانني نتزوج براجل مزوج ولا لان انا نحط راسي في مكان واحد اخر ما عجبنيش الحال جبرت راسي ما عندي مانع ندير صافي تزوج به. ما كنتش باغيه نولد الصراحه ما كنتش باغيه نولد ولكن جبرت راسي ما عندي مانع ندير صافي بقيت هكاك. الولد الثاني المشكلة أنا ماشي من النوع اللي يسمح في ولادو ماشي من النوع اللي يسمح هذه هي مشكلتي هذه هي مشكلتي أنا ماشي من النوع اللي عنسمح في كبدتي أنا نموت وما نسمحش فيه. برافو إيه ولكن رأى مضيعة معي مهم أهلي المهم صافي المهم اتاكك مزوجة دبنا عاودت لك اسي انا كيجيني الضحك على اسي ودبا مشكلة واحد المرة واحد السيدة انا ما كتعرفني ما كنعرفها هي مشيت كنعاود لها ما كتعرفنيش كنا تعرفنا في فيسبوك وبقيت كنهضر معاها عاودت لها وقالت لي يمكن انتينا مقصرة في حقهم مشكلة انا ما مقصراش مشكلة بقا تسولني انتينا يمكن هادي اللي عيهضر معاها احسن منك يمكن انتينا ما زوينتش يمكن انتينا قلت لها ما كاينش هادشي نهائيا ما كاينش هادشي نهائيا انسان كتجبري راسك عايشة معاها مزيانة ماك مطيعة مكديريش مكطلبيش ما عندكش طلبات كتمني على هنا كتمني حيت اي تنسي عليا. المهم الثاني كان كيجي من الدار ديالنا وبقى جالس دابا ملي كنجي للدار ديالنا كان كيجي وبقى جالس معانا شويه ومشي انا في مشكله فيا وعندي واحد الاحساس عمري في حياتي ما غيبني احساسي في حياتي عندي احساسي كيغلب عليا بزاف والحاجه اللي كتجيني ببالي كتصدع. انا كنقول كيجيني احساس دائما بانني انا ممكن يوصلني وكيمشي شي حاجه كتكون ماشي هي هذيك
المره الاولى الثانيه العشره العشرين وانا كنتيني ديك الاحساس المشكله هو ما كيخلينيش حتى هو نخرج، كان كيخرجني هذاك كان كيخرجني ويساريني كل شهر كيخصو نكون انا معاه يعني ما نخرجش بوحدي. قلت لماما انا غنمشي، قالت لي ماما راه تخرجي راه تسبب المشاكل راسك. قلت لها لا لا انا غنمشي غنمشي. فخليت للعائله وشديت الطاكسي ومشيت وصلت للدار، فتحت الباب بشويه صافي طالعه بشويه كنفتح بشويه داخله كندخل كنجبرو معاه وحده في الدار. هذا مجوج جوج عيالات و تيجي بالثالثه. بلاتي الاسد ديال جوج عيالات انت عاد 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 ساعات نقلك اخر حاجه شنو هي. المهم انا هذيك هو صافي ما شافني دخلت هي تخلعت هو تخلع سحب له مع النور مغوت. قلت له شوف انا كون كنت بغيت نغوت قلت له جا كيجري شد لي فمي شد لي فمي بحيت كندير معاه هكا 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 علاش عرفتي بعد لان شد لي فمي خنقني بفمي منخري. المهم كندير له هكا قال له انا كون كنت بغيت ندير الفضيحه كنت غنعيط للبوليسيه اول حاجه ولكن انا ما درت حاجه او اطلب او كارسين هاني درت هكا وصافي خرج بحالي وبقى كيقول لي صافي تابعني كيهضر كيهضر من الهضره خاويه صافي. من ديك الساعات انا ما وليتش رجعت صافي يوم يرغبوا فيا يوم يديروا صافي ما وليتش رجعت نهائيا لحد الساعه ما صافي ما وليتش رجعت نهائيا. في الاخر شنو غنكتشف في نظرك شنو غنكتشف؟ غنكتشف بانه ما كان مزوج ما كان حتى حاجه عيط في الله علينا وصافي. باش ما يديرش الله والعائلة لحد الساعة بقى ما مدخلاش. واو 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 لا مسخوط العائلة من المدرسة دور بتخيل تخيل أنا دخلت المدرسة ودخلة بكنية ديال باها دخلة بكنية ديال باها ولكن أنا كيطلبوا لي الوراق كيقولوا لي الوراق. واو كنقول لهم با تعاون تيجي 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 عاد نعطيكم الوراق ديالها عاد ندير عاد ندير مشكلة. أنا شنو دابا أنا تهضر مع بنادم شنو يسحب لهم يسحب لهم بأنني أنا إما مشيت مع شي واحد مشكلتي مشكلتي أنا حياتي كاملة عمري ما هضرت مع شي واحد عمري ما كانش عندي أنا فرصة أصلا باش نهضر ولا شي حاجة بحال هادشي. أنا عامل مصيبة مصيبة يا ليلى يا ليلى. المهم صافي تفرقت معاه تفرقت معاه صافي تفرقت معاه بقاو كيرهبوني دارهم. داك الشيء كنت عندهم عزيزه انا واحد النهار جات لي يما قلت لها انتي ضريفه واحد المره كنا نهضروا قلت لها انتي ضريفه قالت لي راه انتي اللي ضريفه بنتي قالت لي انا كنتعامل معاك على حسب معاملتك انتي معايا. المهم انا في حياتي كامله عمري في حياتي ما دوزت شي نهار فرحت فيه المهم انا دابا كاريه عايشه مع ولادي. القصه اللي انا زي اللي انا هي سبب دابا باش نهضر على شنو نهضر حيت انا اقرب الناس ليا ما سمعونيش ما نجيش نهضر مع ماما وطراش سؤالي وسؤالي اهلي سكت فيها تفضحينا ديري سكوها سمعتني انا نقولك شنو مؤخرا هادي شي شهر ونص المهم ماشي بزاف انا تجمع لي الكره من تجمع لي الكره انا عندي واحد الدعامي دائما كنكون محتاجه يعني كنكون خصني نسلم فلوس شي حاجه كنسلمها عنده يعني نسلمها عنده من كنخدم عاود كنولي نرجع له عارفني. المهم قلت له فلان قلت له انا محتاجه شي فلوس على حسب الكره وراه انت عارف داكشي عندي اي صافي ماشي مشكله قالي تنصوني لك. قلت له صافي حيت دايما كيقول لي هكا تنصوني لي. قلت له صافي قالي صافي 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 تنصوني لي قالي دوزي للدار قالي باش نعطيك ديك الامانه قالي شحال خصك قلت له شحال وشحال قالي صافي دوزي باش نعطيهم لك. انا مسانسه كنمشي عندهم للدار كنعرفتو وليداتو كلشي يعني جاني الامر عادي. مشيت دخل عندي دخلت كنجبر ما كاين حتى واحد قلت له واش ما كاين حتى واحد قال لي لا راه مشات لدارهم. صافي ما جاني الصراحه والله
شفت أدنى شك ما كان عندي بأنها تحصل شي مصيبة ديك النهار. صافي بقيت كنهضر معاه بقيت كنهضر معاه صافي بقى كيهضر قال لي لا راه مشات وهادي وهادا راه وقع شي مشكل بقى كيعاود لي وهاد صافي مزوج مزوج عنده وليدات ومرتو دائما مسكينة تعيط لي للدار تقولي أجي عندي ونجلسو أنا وياها وتجي عندي تا هي ونخرجو أنا وياها ما عادي. المهم المهم صافي صافي هو كيهضر بحال شويه بحال اللي بقى كيتقرب لي وانا ديك عمرو في حياته ما درتش تصرف بحال هكاك. انا حسيت داك الشيء ماشي هو هذاك حسيت داك الشيء ماشي هو هذاك. انا بعثت له يدو بعثت له يدو قال لي معاك نهضر معاك ونحط يدي قلت له ما تعسنيش صافي قلت له وعدي قلت له ما كحمايتي ولا شنو قلت له مرتك ما كايناش صافي كبقات كنهضر هو صافي ديك الساعه بقيت كنهضر هو بقى كيخدم معايا العنف وقال لي مادام كيبغي كيفاش نصرح لك كيبغي زعما يتعامل معاكم بشويه ما كيجي ما كينفعش معاكم وانتم نسا كاملين في العاون حتى هو بقى كيقول لي الهضور ما عرفتي انا السبب ديال ديك الهضور علاش كيقول لهم لي انا صافي. المهم سنقول لك سنقول لك تعدى لي تعتالية صافي مشيت بحالي بقيت ساكتة في الدار ساكتة ما قدرت نقول حتى واحد ساكتة ساكتة وحدة ولادي كنضحك وديك الشيء أنا من طبيعي ما كنبغيش نلاقي مشكل مثلا أنا عندي مشكلة ما كنبغيش مثلا عندي مشكلة نجلس نهضر ولادي نقول له سير ولا سيري ولا ديري ولا نغوت عليهم أنا مشكلة ما بين مشكلة ومشكلة ما كنلاقيهمش فهمتي يعني ما كنبغيش نحط مشاكلي واخا نكون ربي اللي عالم بيا راه جبرني كنضحك ولكن انا 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 راه داكشي من داخل عندي ما عتاكدش اللي طاحت عليا ويا ربي كون ما طاحش عليا هادشي طاحت عليا بان مشي عند عمي ولعند مشي عند عمك تعاودي ليه مشيت عند عمي مشيت عند عمي قلت له عمي شو وقع شو وقع شو وقع ويجبني عمي أكيد ضربني كيعطيني على الراس كتعرف على الراس كتعرف الراس أكيد ضربني واحد ضربة واحد صرفيقات شفت فيها الضو الضو شفت قبلت عيني وضخ الضخ شفت ديك الضربة أنا تخيل من هاد المسكون يصدر على نيتك ويضربك ويبقى عندك على الراس الراس هو عمي شوية مفرمي وطويل وكيلحب الحديد هو راجل كبير ولكن باقي كتمشي لاصال وديك الشيء يعني شوية قوي أكيد ضرب فيا يضرب فيا يضرب فيا يضرب فيا ما عرفتش أنا الصراحة ديك اللحظة انا ضغط ضغط ما بقيت عارفه راسي انا فين انا ما بقيتش عارفه راسي فين ما فهمت والو في الاخر تخيل سمعوا قعد تعود على التاليه قال لي دابا سيري قولي عمك او واش عمك فاش مشيتي تشكي هو اللي تعدى عليك او او تعرفي الله ولا بنوكل او تشكي ليه من ولده وقالك وانت ما تكرفس عليه تعدى عليا قال لي دابا قال لي باغي تفتحي ولدي قال لي ودابا سيري شوفي له شكون لعيتي ياك قال لي سير قولي له مع عمي سير قولي له وسيري شوفي شكون لعيتي ياك غلاني هكا مشيت مشيت ديك الساعة تبانت لي ماما قلت ماما نمشي نقولها لا قلت لها ماما اش وقعلي واش وقعلي واش وقعلي قلت لها عاودت لها قلت لها قلت لها شنو شنو وقعلي وهي تقولي سكتي 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 ما تقولي قلت لي سكتي ما تقولي حتى واحد قلت لي ما تقولي حتى واحد انت واش باغيه تفتحي بخوتك واش باغيه ديري واش باغيه ديري قالت لي والله تهضري ولا تسمى صافي حلفت عليا قالت لي ما تقوليهاش انت واش باغيه تفتحي واش باغيه ديري الشغل خوتك واش باغيه طيحي الروح صافي سكت ديك اللحظة سكت صافي ما نكذبش عليك سكت صافي شنو بقات كتبان لي دابا انا شنو احساسي
عزيزي كان خصني تسمعني ما تسمعني تحس بيا وتفهمي ما سمعناكش عفاك ما سمعناكش عفاك حاولي تكدير الميكرو شنو قلتي يا ليلى؟ قلت لك انا مشيت قلت لماما مشيت قلت لماما قلت لها استكزت ابنت لي عمو من اولا لا باش سمعها كتحن عليا وتقول لي ابي امتي امتي عندك تفهمي هاك طيحي روحي سأل خبر خوتك وكل شيء طيحي روح بغيت بغيت شتي خوتك بغيت أطلعيهم بغيت ديري بغيت قلت لك ماما ماشي انا قلت لك زعما باش ما حسيتش بيا نهائيا المهم هي ما خصهاش ما خصهاش نهضر صافي سكتي سكتي عطي صافي سكتي داكشي واه صافي واه حس بيه ما واه شي وصافي ونسي نسي نسي المشكله انا ماشي كنسى انا بهاد المشاكل كل اصلا ليك اولي شي انا كنهضر معاك دابا وكنتي تعرف شحال من حاجه كنساها لان انا اصلا بقيت كنسى انا زيد نعاود لك اشي راه نهضر 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 كل مصايب كل مصايب شي ما عندكش حاجه شوف الناس كاملين في اللايف فريمون كل شيء متاثر بهاد القصه ديالك ليلى بصراحه حنا معاك قلتي اول كلمه ديال استاذن خويا وما عاودت وما كاينش من عاود كل شيء ما خرجش من غادي تسمع القصه ديالك كل شيء شوف خايف بدر شوف خايف بدر شوف خايف بدر اقسم بالله انا دائما كنسمع وكنبكي انا دائما كنسمع الناس غتصبرهم كنقول الحمد لله ولكن انا واخا هكاك راه تغتصبت في زواجي تغتصبت بزاف ديال الحاجات ولكن هاد الامور عمري كنسمع بنسبة هذا لا كنسمع كنستعجب كيفاش تغتصبت في زواجي؟ أنا زواجي زعما واش أنا في نظرك أنا واش أنا عشت شي حاجة زوينة في هاد الزواج؟ فهمتك أنا ما عشت شي حاجة زوينة أنا والله ما عشت شي حاجة زوينة أنا والله بس لحد الساعة لحد الساعة أنا كنعاني أنا وبلادي تخيل أنا لحد الساعة شوف الخدمة كنت خدامة مبقتش خدامة كنقلب على الخدمة مكنجيب راسي شوف كنت حنيت الجوع مع بابا وليت دابا معيشة ولادي الجوع أنا بنتي صغيرة كتقول لي ماما دابا ها الجوع دابا الناس واش كيموتو بالجوع كنقول لها لا كتقول لي صافي الحمد لله عيلة صغيرة كتفكر في هذا الموضوع تفكر مولا تبدأ كل مرة دق عليا للكرة الخدمة دابا أنا دابا أنا شنو أعلي الأيام تاع الأيام تاع ترى شي ربع أيام ولا خمس أيام بقيت عاقلة بالضبط صافي وقفت 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 شنو قلت قلت صافي كنا نقاحت في حياتي صافي صافي دماغي وقف دماغي وقف مبقيتش نفكر صافي كنهضر شويه واحد ولد خالتي قلت له راه كنصون عليا قلت له راه شنو اهلي قلت له الشهر اللي حتى اللي صونيت عليا فيها شنو كنت عندك شنو كنت ندير قال لي فكري في ولادك وشنو قلت له ما بقاش تخيل ديك اللحظه انا دماغي وقف ما بقيتش نفكر في الاخر من قال لي بحال اللي شدتني الخلعه وبقيت كنشوف بنتي بقى صغيره ونشوف هادشي بصح عرفت قال لي دابا بنتي انا ما عرفتش أدري هادشي في راسك قال لي واش فيها تخلي ولادك قال لي فيها تخليهم قلت له دابا فيها نخليهم قلت له اللي جريت علينا من الدار فيها نخليهم قال لي بعدا شفت جاي عليك وتمشي الزنقة غتكوني دايرة لولادك هكا حضناهم حداك قال لي ماشي هي اللي غتكوني انت ما كايناش تخليهم يتشردوا فجبرت كلامه صح جبرت كلامه صح وما تجبرت كلامه صح تخيل مسكينة بنتي كتقول لي ماما انا من تولد انتينا عايشة في المشاكل قال لي بنتي ما كاين شيء من هذا الشيء سنقول لك اخي ما سنقول لك ما عرفتش كيفاش نشرح لك ما مرتاحاش حياتي ما مرتاحاش ويا انا ومع اني انا شوف انا من نوع انا من كنت خدامه من نوع الشيء اللي جبرت طرت الخبز ناكلو انا ولادي كنفرح تخيل كنشد دابا انا اللي جبرت طريت الخبز بس ناكلو الحمد لله يا ربي الحمد لله فرحانه تخيل فرحانه ماشي تما انا شي حاجه انا كنكون فرحانه قول الحمد لله يا ربي اللي شفت معاك لا هما معايا قولوا شي خصهم شي حاجه المهم لانهم مساكن عارفين اللي كاين عارفين كيف عمر وليداتك؟ كيف عمر وليداتك ليلى؟ عندي ولدي كبير عنده 18 عام وعندي البنيته عندها 6 سنين
ما شاء الله الله يخليهم لك يا رب. الحمد لله الحمد لله خير يا ربي امين يا رب. يا ليلى دابا انت فاش خدامه ليلى؟ ما خدامش خير دابا. انا مشكلتي عندي البنيته وكنت ومشكله ما كنجبرش خدمه بحال هكا، ما كنجبرش شكون اللي شدالي فهمتي، ما كنجبرش شكون اللي شدالي. ما دابا تسوقت الوقت، الوقت ماشي مناسب، وعندي زعما عندي حرفه هكا في يديك، ما عرف ندير بزاف د الحاجات، ولكن بحالاش هاد الحرفه ما كندير كنشات ماشي حرفه هكا. انا حيت دابا داكشي ديال الطياب دابا مثلا معدل مسمن، داكشي هكا ديال بيتزا، داكشي كامل كنعرف نديرو. المهم داكشي كامل اللي كيتعجن وتصايب فران ولا اي حاجه بحال هكا انا كنعرف نصايبها، ولكن ما توقعت انا كنت خدامه، كنت كنخلص كرايه، كنت ميسره اموري، ماشي على قد حالي وفرحان ومشي باموري مسلكه، ولكن مؤخرا دابا هادي شحال هادي شي هادي شو دابا دابا هي هادي شي 6 شهور، ولكن دابا هادي 3 شهور بدا هي 3 شهور، هذا الشهر الثالث مولات الضرب، انا خلصت شي لا كرالة حتى حاجه وخصني نخدم. مشكله انا ماشي زعما شي وحده يعني معكازه ولا شي حاجه، انا خصني نخدم، عندي الطاقه باش نخدم وعندي الطاقه عندي صحتي باش نخدم، ماشي زعما ما عرفتش. كان بغيت نشوف، واخا انا عمري ما خدمت يعني شي خدمه هكا في شي دار ولا شي حاجه، ولكن كنقول يا ربي نصبر على شي دار هكا، يعني نمشي ندي بنتي المدرسه ونمشي نخدم، وعاد من تخرج من المدرسه نمشي نجيبها. ولكن الناس اللي بغي بحال هكا حتى واحد ما كيبغيوش الصراحه. اسمح لي خايبه، اسمح لي خايبه در والله الا انا هدرت بزاف والله. بلاكس قولي لي اني في المدينه فين تسكني؟ انا نقول المدينه ماشي لكان شي واحد انا تيتفرج في اللايف قادر انه يعاون. ماشي مشكله انا مدينه القصر الكبير. القصر الكبير القصر كبير. الا شي واحد بغى الرقم ديالك، تبغي تفتي الرقم ديالك في المباشر ما عنديش المشكل، بغيتي حتى اللي يطلبوا لينا ونعطيوه ليه مرحبا وتخشاري. ماشي مشكل اخي والله ماشي مشكل. اللي بغيتي ماشي مشكل انا اللي بغيتي انت. لا والله انا ما عندي حتى شي مشكل والله، ما عندي حتى مشكل. الرقم ديالك عليه على الناس ما عرفتش، عاد كنخاف شي واحد يتصل بيا وعيط في النوم صافي، ما عادش اللي كنخاف. واخا تبغي اللي طلبنا النمره نعطيوها النمره ماشي مشكل، اما باش نقولوا على المباشر كنخاف شي واحد يعيط في الليل عليا، وانا ما عنديش الطاقه والله ما عندي الطاقه باش اللي بغى الرقم ديال ليلى يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه فيسبوك بي ا دي ار او اسباس اش اي ال اي ال اي، كتب لي بغيت الرقم ديال ليلى من القصر الكبير وغنعطيكم الرقم ديال ليلى من القصر الكبير. اللي قادر انا نعاونها في الخدمه كيما سمعتوا الخدمه والله يمكن تشوف الخدمه. شوف انا اسمحي لي باش نشرح الناس اكثر، ما كرهناكمش انا نعاونوها في الخدمه ولا اللي قادر يساعدها في شي حاجه، ولكن راه عندها بنت مازال صغيره 6 سنين، خاصها توفق ما بين ديك الخدمه اللي قدرت توفروا لها الخدمه وما بين بنتها. اللي قادر نتمنى انه يساعدها. تفضلي شنو بغيتي تقولي لها ليلى؟ قلت لك زعما انا بغي نخدم انا والله الشيء، انا والله الشيء اللي عندي الخدمه اللي توالي مني مع التوقيت ديال بنتي، والله هذاك النهار اللي كيكون عندي كبير انا الشيء مناطر والله بالناس. كتقولي شوفي، كتقولي انا هربت مع اولا وقلتي لها شحال من مره قدي الميكرو اها دابا كتسمعني واخا اها تفضلي. كتقول لي زعما نعرفك مع اولا كلشي، ملي كان كتقول لي راه انت اللي كتزادو عندك، راه انت اللي نعت وحدي، فكنجبر هضره تصدق بصح، كنجبر هضره تصدق بصح. يعني انا كنقول لك كنت خدامه، ما كنتش غنكون في الظرف بحال هكا، ما كنتش في الظرف بحال هكا والله نكذب عليك. انا الخدمه هي اللي دمرتني بزاف، والخدمه السبب هي اللي جعلتني انا نسحب راتبي ديال عام وولد عمي الله ياخذ فيهم الحق يا ربي، فات شهر مبارك اللي داخل. واخا كما قلت لكم اللي بغى الرقم ديال ليلى يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه بي ا دي ار او اس اش اي ال اي فيسبوك، واللي بغيت الرقم
ديال ليلى من القصر الكبير. ليلى نعم. تنتمنى من الله عز وجل ان هاد الايام كامله اللي دازت عليك مره يعوضها لك فرحه ويقدرك على وليداتك، واللي هادشي غير هضره وكلام وغير كان في زمان. الله يرزقك شي فرحه تكون خايبه تغير كاع هاد المجريات اللي دازت في حياتك. وكيما عيطونا كيما عيطونا بزاف ديال الناس وفرحونا وفرحنا معاهم، نتمنى حتى انت شي نهار تعيطي لي وتقولي بدر واش عقلتي، واحد السيده كانت تعيط وبكات اليوم راه ضحكه. نتمنى من الله كلشي يدعي مع ليلى